Bravo, Galani. Rzami, Rzami. Bravo, Ami. Gardien. ديما ملي كنشد البالون ديما نحل كتحل اللعابه ديالهم ها هما الحمرين لاعبين في الميليو دروا غيخرج عند البورتور دو بالون راحوش انت ديما اون كوفيرتو ما تكبش خلي حتى تلعب لا باس عاد يخرج القطعه اي ما تبقاش حل انت هو راين اللي يبغي ديكاجي بدر عمرو الوسط لانه كيضربها الوسط باش نعمرو الوسط Thank you.
ولدي ديالك 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 برافو برافو Salam alaikum. Au nom de tout, de tout le club Casagna, de la direction technique, on veut féliciter d'abord à les enfants, ça fait un énorme plaisir, et aussi à les encadreurs, à les éducateurs pour cette belle prestation, surtout le fair play, l'amitié, qu'on cherche ça. On ne cherche pas les résultats, on cherche qu'il a la compétition, et le fair play et l'expérience. Un grand merci pour tout le monde, même pour les organisateurs. On est fiers de vous et Inch'Allah, on peut continuer à faire des tournois comme ça. Un grand bravo pour tous les enfants. Merci. وهذه بادرة طيبة أولا لربط أواصر العلاقات ديال الصداقة اللي غتجمع ما بين الفرق وما بين المسؤولين ثم الصداقة اللي غتجمع ما بين هاد اللاعبين ديال المستقبل اللي كنشوفهم إن شاء الله المستقبل وإضافة إلى بغيت نقول للوليدات أنه الجميع اليوم هو الفائز ماشي حسنية كدير ونجاح حسوس ولا باقي الفرق الأخرى ولكن الروح الرياضية هي اللي ربحات شفنا على أنه ما كاينش أعطاب اللاعبين كيتميزوا كلهم بالروح الرياضية والقتالية والندية كنشكركم جميعا الناس اللي شاركوا من قريب ومن بعيد لإنجاح هذا الدوري ديال كاب غزالة كاب ديال حسنية أكادير وكنتمنى إن شاء الله باش نكونوا تكون مشاركات مكثفة للمستقبل وتعطاها إضافة أخرى لهذا الدوري باش ينجح إن شاء الله ويبقى غادي على الصعيد الوطني لمنا شكرا لكم إذا شكرا سي عبد الصمد اللي خدموا في الخفاء ثم لا ننسى رئيس النادي بشخص سي حبيب سيديني ثم تحية للجميع للأطر التقنية والإدارية والطبية وتحية للجميع إذن توشيح حكام هذا الدوري كل من مادي أحجيف محمد أصبان سعيد أرجوح ثم نمر أحسن هداف في هذا الدوري للاعب بوعلام عبد الصمد من مدرسة حسنية أكادير بعشرة أهداف إن شاء الله بوركوابا جائزة الروح الرياضية لفريق حسنية بن سرقاو فريق ناجم أنزا المحتل للصف الثالث يسلم الجائزة رئيس فريق إسن ثقات حارة لعميد فريق ناجم أنزا المحتل للصف الثالث في دوري غزالة كاب وصيف بطل هذا الدوري فريق نجاح سوس بطل دوري غزالة كاب في النسخة الأولى يفوز بها فريق حسنية أكادير إذن بطل هذا الدوري نسختها الأولى لصالح فريق حسنية أكادير يسلم الجائزة كل من سعبلة درارين ميغيل غاموندي والحسن مخلوسي حسن مومان يتقدم بطل هذا الدوري في النسخة الأولى لفريق حسنية أكادير رشيد شامور فليتقدم
مدرب شاب. إذن عميد فريق حسنية أكادير سيسلم كأس هذا الدوري. محمد أمين كاتبة عميد فريق فرعين حسنية أكادير.